فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا له من عطاء عظيم يفوق الوصف يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وذكر الله يكون باللسان وبالقلب وأفضل الذكر هو ما خرج من اللسان مصدقا لما يقول في القلب من الإيمان أما الذكر باللسان فقط فهو أقل القليل وهو ذكر الغافلين. هل أنت في هذه الدنيا عند الله حي أم ميت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هل تشعر في هذه الدنيا بالضآلة والضياع والإهمال والتهميش؟ الحل في هذه الآية: فاذكروني أذكركم. هل أنت ممن ضاع عمره وهو يلهث خلف البشر لينال التقدير والاحترام ولم يحصل عليه؟ الحل في هذه الآية: فاذكروني اذكركم. هل تشعر انك في هذه الحياة وحيداً لا اهل ولا اصحاب ولا احباب؟ هل تريد الحصول على السعادة والانس وراحة البال؟ الحل هنا: فاذكروني اذكركم. الشهرة الحقيقية ليست على هذه الارض ولكنها في السماء وانت تعرف الطريق جيداً: فاذكروني اذكركم. وكيف اتيقن انني اذكر الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه؟ لابد من توفر ثلاث شروط: الاخلاص لله. أن يكون موافق لشرع الله ألا يشغل عن فرض واجب. ولماذا لا نذكر الله في كل أوقاتنا؟ وكل ما في السماوات وما في الأرض يسبح بحمده. فلماذا نمر بجوار المسبحين ولا نسبح مثلهم؟ وعجبا لمن يبحث عن مفتاح السعادة في هذه الدنيا وهو بين يديه، ولكن لا بد أن تكون البداية منك. فاذكروني أذكركم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة" ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده فلماذا نترك هذا الثواب العظيم رحمة مغفرة سكينة ملائكة تحفنا الله عز وجل يذكرنا في من هو عنده ومهما كانت شكواك في هذه الدنيا فلن تماثل ما كان فيه سيدنا يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت أتدري ما الذي نجاه؟ أجل إنه ذكر الله قالها بصدق ويقين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وجاء عربي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أي العمل خير؟ قال أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله أتدري ما وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دور كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتخيل معي لو أن أحدهم قال لك أن رئيسك في العمل ذكرك بخير أو أن ملكا من ملوك الأرض أثنى عليك فأي فخر وأي سرور تشعر به وها هو ملك الملوك يذكرك في من في الملأ الأعلى فأي فخر وأي سرور وأي سعادة نحصل عليها بذكر الله والجزاء من جنس العمل ولكن شتان بين ذكر العبد لربه وذكر الرب لعبده فاذكروني اذكركم واشكروا لي بالقلب واللسان والجوارح بالقلب واللسان ذكرا وبالجوارح عملا فيما يحب الله ويرضاه وشكر النعمه سبب لبقائها ونمائها قال الله تعالى لئن شكرتم لازيدنكم والعبد الصالح ما بين نعم يتقلب فيها وما بين طاعات يوفق اليها وكلاهما يحتاج الى شكر فاشكروا الله وقام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فسئل عن ذلك وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ومن شكر الله عرف حجمه الحقيقي ونزع الغرور من نفسه، وعكس شكر النعمة كفران النعمة ويكون أيضا باللسان والقلب والجوارح، فيسخط اللسان على قدر الله، ويسخط القلب على نعم الله رغم أنها كثيرة لا تحصى ولا تعد، وتستخدم الجوارح في معصية الله. فهل نحن ممن شكر الله على النعم ام ممن كفر النعم قال الحسن البصري ان الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره جزاكم الله خيرا